قد يظن البعض أن فرقة الحشاشين هي الفرقة الأخطر في التاريخ الإسلامي لما قاموا به من فتن واغتيالات، لكن في هذا الفيديو سنحكي لكم عن الفرقة أو الطائفة الشيعية الأكثر خطورة في التاريخ الإسلامي، وهم القرامطة الذين سرقوا الحجر الأسود من الكعبة، حيث ارتكبوا مجازر وفتن أدت لغلق الحرم المكي وفرغت الكعبة من الحجاج لمدة 22 سنة، وذبح خلالها 10,000 من الحجاج في قلب الحرم، حيث كان يذبح يوميا حوالي 1,000 حاج، لدرجة أن لون أرضية الحرم التي كانت بيضاء أصبحت حمراء، وظلت الكعبة المشرفة بدون الحجر الأسود لمدة 22 سنة. فما هي تلك القصة المأساوية في التاريخ الإسلامي؟ ومن سرق الحجر الأسود لمدة 22 سنة كاملة؟ وكيف عاد مرة أخرى إلى الكعبة؟ إليكم القصة. تدور أحداث قصتنا في القرن الرابع الهجري، وبطل قصتنا شخص اسمه أبو طاهر القرمطي. لكن قبل أن نخوض في أحداث القصة، سنحكي لكم باختصار من هم القرامطة الفرقة التي قامت بتلك الحادثة البشعة. حمدان القرمطي، تعود تسمية القرامطة لشخص اسمه حمدان الأشعث، وكان معروفا حينها باسم حمدان القرمطي، وهذا بسبب مشيته الغريبة. وكان حمدان داعية شيعية، وبدأ ينشر فكره عن التشيع وآل البيت في العراق، حتى أكسبه ذلك قاعدة جماهيرية من أشخاص يحبون الاستماع لما يقوله. وكانت دعوة حمدان القرمطي تهدف لتكوين دولة جديدة مستغلا الخلافات القائمة بين العباسيين وبقايا الدولة الأموية والفاطميين. وبالفعل استطاع القرامطة تكوين كيانات داخل مجموعة دول، وسموا أنفسهم القرامطة، وبدأوا في تأسيس اقتصاد وسلاح وتجارة وغيرها، وذلك رغم أن دولتهم لم يكن لها حدود معينة. ومن بين أتباع حمدان القرمطي شخص اسمه أبو سعيد الجنابي، الذي أرسله إلى البحرين وقطر لدعوة الناس لاتباعه، واقتنع عدد كبير من سكان البحرين بدعوته واتبعوه، وبدأت أفكاره تنتشر حتى وصلت لليمن والمغرب وسوريا وإيران. وبدأ أبو سعيد الجنابي في تطوير خطاباته ومزجها بالقومية، حيث كان يقول إن الله لا يحب العرب لأنهم قتلوا الحسين، وأنه يحب الفرس ويحب الأكاسرة الذين نشروا حقوق الأئمة. وهنا كان القرامطة الفرس يستذكرون دولتهم التي أسقطها المسلمون السنة، وهي الدولة الساسنية. وبدأت شوكة القرامطة تقوى وانتشروا بالقوة في أرجاء العالم الإسلامي وفي قطر التي كانت تسمى هجر. منعوا سكانها من منابع الماء، وهددوهم إن لم يسلموا للقرامطة سيتم إبادتهم. فاستشعر العباسيون الخطر وجهزوا حملة عسكرية ضخمة للقضاء عليهم، ولكن القرامطة انتصروا على الحملة العباسية وكانت فضيحة حينها، لدرجة أن الخليفة العباسي قرر أن لا يرسل أي حملات عسكرية ضدهم مرة أخرى. ويقول الإمام الطبري في وصف القرامطة إنهم لما دخلوا سوريا كانوا يدمرون المدن والقرى، ويقول إنهم عندما أرادوا دخول مدينة السلامية طمنهم القرامطة وأعطوهم الأمان، ولما فتح سكان المدينة أبوابهم قام القرامطة بإبادتهم عن بكرة أبيهم، ولم يتركوا لا طفلا ولا عجوزا ولا امرأة، وحتى المواشي والحيوانات أبيدت. واستمر الأمر على حاله حتى قتل أبو السعيد الجنبي على يد أحد خدمه، والذي دخل عليه وقام بطعنه عدة مرات. وقد تولى ابنه أبو طاهر الجنبي الحكم من بعده ليرتكب مجزرة الكعبة. أبو طاهر والحرب مع العباسيين. كان أبو طاهر يبلغ 16 عاما عندما تولى أمر القرامطة، وبدأ القرامطة غارات ضد الخلافة العباسية بهجوم مفاجئ على البصرة، وتعرضت المدينة للنهب لمدة 17 يوما، حتى غادر القرامطة دون مقاومة، ومعهم غنيمة ضخمة من الغنائم والعبيد. وفي عام 312 هجريا دمر القرامطة قافلة الحج في طريق عودتها من مكة إلى بغداد،
وأسروا العديد من أعيان البلاط العباسي. وكان رد الحكومة العباسية على هجمات القرامطة غير فعال بسبب سرعة تنقل القرامطة، حيث كانوا قوة صغيرة لكنها متنقلة بشكل سريع، مما يجعل وصول أي رد عسكري عباسي بعد فوات الأوان في الوقت نفسه. كانت قاعدة القرامطة في البحرين في مأمن من الانتقام العباسي. علاوة على ذلك، فإن التنافس بين الفصائل في البلاط العباسي عاقت الاستجابة الفعالة، وقد كانت الخلافة العباسية مشغولة بخلافاتها وتنافساتها الداخلية والمؤامرات، ظهور المهدي المنتظر ونهاية العالم. كان العباسيون يعتمدون على دفع فدية مالية للقرامطة مقابل المرور الآمن لقافلة الحجاج عام 927. كان لابد من إلغاء القافلة بالكامل، لأن الحكومة العباسية كانت تفتقر إلى الأموال اللازمة لتوفير الحراسة. وانتشر الذعر في مكة، حيث هجر سكانها المدينة تحسبا لهجوم القرامطة الذي لم يأتي. لكن بدلا من ذلك، غزا القرامطة تحت قيادة أبو طاهر الجنابي على الكوفة، وأعلن المتعاطفون المحليون مع الشيعة ووصول وشيك للإمام المهدي المنتظر. وتوقع القرامطة في ذلك الوقت وصول المهدي وبداية العصر الأخير للعالم في عام 928، عندما كان كوكب زحل والمشترى مقترنين. وفي صيف 928 انسحب القرامطة إلى منازلهم في القطيف، وترك أبو طاهر الجنابي وراءه قصيدة وعد فيها بالعودة، ووصف نفسه بأنه مبشر بالمهدي. ثم تسارعت الاستعدادات لعودة المهدي، وانضم العديد من المتعاطفين مع الشيعة إلى القرامطة عند عودتهم متلهفين للتواجد واستقبال المهدي. مذبحة الحجاج ونهب المسجد الحرام عام 317 هجرية. بعد عدة سنوات من الانقطاع، استؤنفت قوافل الحج تحت حراسة عسكرية، ووصلت مكة في 317 هجريا، وتحديدا اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، وهو اليوم الذي كان من المقرر أن تبدأ فيه مناسك الحج، حيث توقف جيش القرامطة بقيادة أبي طاهر الجنابي أمام المدينة، وحاولت الحامية المحلية في البداية منعهم بالحوار، لكن أبو طاهر طالب بحقه في الدخول كمسلم، وقدم تعهدا بتوفير الأمان للمدينة وكل من بداخلها. لكن بمجرد وصول أبي طاهر ورجاله إلى موقع الحرم، بدأوا بقتل الحجاج المجتمعين للطواف حول الكعبة، فقتل ما يزيد على 30,000، ورمى جثث بعضهم في بئر زمزم فردمه، ودفن البعض الآخر في المسجد الحرام دون كفن أو صلاة. ليس ذلك فحسب، بل قام أبو طاهر القرمطي بخلع باب الكعبة المشرفة، وقد كان مصفحا بالذهب، وجرد الكعبة من كسوتها وقسمها بين أتباعه، وحاول أيضا سرقة مقام إبراهيم، لكن سدنة البيت الحرام استطاعوا أن يخفوه، وأمر أحد أتباعه أن يصعد فوق الكعبة ليقتلع الميزاب، لكنه سقط فمات، فيأس من الميزاب، فاقتلع الحجر الأسود من الكعبة الشريفة وصعد على عتبة الكعبة وجلس جلسة المستهزئ، وأخذ يصيح: أنا بالله وبالله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا. ويقول الإمام ابن كثير صاحب كتاب البداية والنهاية عن هذه الواقعة: إن أبا طاهر القرمطي أمر أن يقلع الحجر الأسود، فجاءه رجل فضربه بمثقل في يده وقال: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم قلع الحجر الأسود وأخذوه حين راحوا معهم إلى بلادهم. بناء كعبة جديدة في القطيف. بعد أن أنهى أبو طاهر القرمطي لعنه الله فجوره في الكعبة المشرفة، وحمل جميع ما نهب من كنوز ونوادر على 50 جمل، وذهب وحمل الحجر الأسود والميزاب، وأتى بهما إلى القطيف. وهناك في القطيف في منطقة تسمى الجش، بنى بيتا دائريا فسماه الكعبة، ووضع الحجر الأسود الذي سرقاه فيه، وقال: أصرفوا الحج إليه. وأكبر أتباعه وأهل مملكته على الحج والطواف لديه،
وخصص موضعاً سماه المشعر وعرفات ومنى. وبقيت كعبة القرامطة في قرية الجش بالطائف لمدة 22 عاماً، والحجر الأسود موضوعاً عليها، وسمي المكان بالكعبة والعين بعين الكعبة، واحتفظت العين بهذا الاسم حتى يومنا هذا، فيما لا يزال بناء كعبة القرامطة موجوداً، وإن كانت عوامل الطبيعة والسنين قد أثرت فيه كثيراً، فسقطت منها أجزاء تمثل 50% من بناء كعبة القرامطة المزعومة. ومن سوء الخاتمة لزعيم القرامطة أنه لما عاد إلى بلاده ابتلى بالجدرية، أو ما كان يسمى حينها بالأكلة، فأصبح لحمه يتناثر بالدود، وتقطعت أوصاله حتى مات. عودة الحجر الأسود. فشلت كل المحاولات والمساعي التي بذلها العباسيون من أجل الضغط على القرامطة وإجبارهم على إعادة الحجر الأسود، وقد عرض الخلفاء على القرامطة مبلغاً قدره 50,000 دينار مقابل إرجاعهم للحجر الأسود، لكن القرامطة ظلوا يخوضون في عنادهم، وكانت أول محاولة لاسترداده حين تعقب ابن محلب أمير مكة من قبل العباسيين القرامطة مع جمع من رجاله، وطلب منهم رد الحجر الأسود إلى مكانه على أن يملكهم جميع أموال رجاله، إلا أن القرامطة رفضوا طلبه، مما اضطره إلى محاربتهم حتى قتل على أيديهم. وكانت هذه هي أول محاولة لاسترداد الحجر الأسود. وبعد 22 سنة وفي عام 339 هجريا، هدد الخليفة العزيز بالله الفاطمي في مصر القرامطة أن يسير لهم جيشا إلى الإحساء ليعيد الحجر الأسود، فخافوا على ملكهم في الإحساء وأعادوا الحجر الأسود إلى مكة. وتقول بعض المصادر إنه عند تسليم الحجر الأسود قال الناس: وما يدرينا أن هذا هو الحجر الأسود، فربما أحضرتم أي حجر من البرية بدلا منه. فقال أحد الرجال: إن الحجر الأسود فيه علامة، وهي أن الحجر الأسود يطفو على وجه الماء ولا يسخن بالنار إذا أوقدت عليه. فأحضر القرمطي طستا فيه ماء ووضع الحجر فيه، فطفى على الماء، ثم أوقدت عليه النار فلم يحس بها، فحملوا الحجر وقبلوها وأعادوه إلى مكانه في الكعبة. وفي النهاية، برأيك من هي الطائفة الأكثر خطورة في التاريخ؟ هل هم القرامطة أم الحشاشين؟